في الحقيقة يمكن حياة المصريين القدماء هي حياة مليئة بالأسرار، لأن كل يوم بنكتشف مع كل كشف أثر جديد مش بس بنكتشف يمكن جزء جديد من التاريخ أو الحضارة المصرية القديمة، لكن كمان بنتعرف على معلومات جديدة عن الحياة الخاصة بالمصريين القدماء، لأن بيكون في نوع من أنواع الأشياء الغريبة اللي ربما بنجدها داخل المقابر الجديدة اللي بيتم اكتشافها، وبنلاقي داخل يعني مقابر المصريين القدماء تحديداً يعني في بعض الأمور اللي بتبقى غريبة لكنها بتأكد لنا إن الحضارة اللي احنا أو الاكتشافات اللي بيكتشفها التكنولوجيا والعلم هي موجودة منذ يعني آلاف السنوات. يمكن معروف عن المصري إنه بيفرق معاه الزادة والزوادة، الجملة اللي احنا متعودين نقولها باللغة الدارجة دي. كانت آخر اكتشافات موجودة في سقارة مثلا، لقوا قوالب من الجبنة محتفظة بشكلها وبهيئتها. نفس الموضوع في مقبرة توت عنخ آمون، اللي لقوا في مقبرته عشرات من القطع الأثرية الغريبة. إيه حكاية الاكتشافات الأثرية الغريبة اللي بقت دلوقتي متصدرة مشهد الاكتشافات؟ تفاصيل أكتر هنعرفها من الدكتور شريف شعبان الباحث في الآثار المصرية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير عليكم، إزيكم؟ صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. يعني إيه الحكاية؟ كل يوم بنكتشف كشف أثري جديد، بنقول خلاص إحنا عرفنا السر وراء عظمة أجدادنا، لكن بنلاقي لا، لسه في أكتر. الموضوع ما وقفش عند التحنيط مثلا وهو أكبر الأمور العلمية اللي اتعملت، لقينا جبنة في نفس شكلها اللي موجود، وده دليل على فكرة الاحتفاظ بالأمور أو فكرة المواد الحافظة اللي اكتشفت حديثا. هي مش مكتشفة حديثا ولا حاجة، ده موجودة من الماضي، وقدروا اللي هم يحفظوا الحاجة لألاف من السنوات. شوف الحضارة المصرية القديمة ما بتبطلش إن هي تبهرنا، كل يوم بنلاقي اكتشافات أثرية بتبهرنا، بتبهر العالم كله. احنا تمام، احنا مش عايزينها تبطل. كل يوم بنبهر العالم، كل يوم بنحل ألغاز، كل يوم بنلاقي اكتشافات بنعرف مدى عظمة الحضارة المصرية القديمة، مدى عظمة فكر المصري القديم في كل المناحي. صحيح. في السياسة، في الاقتصاد، في العسكرية، في الفلك، في الطبيعة، في التحنيط، في الطب، في الهندسة، في المعمار، في كل شيء. الموضوع مش بس في فكرة الاكتشافات، في فكرة إعادة الاكتشافات أو دراسة المواد المكتشفة. صحيح. يعني مثلا الاكتشاف الأخير بتاع سقارة ده 6 مواسم شغالة فيه مجلس أهل الآثار لحد ما اكتشفنا قوالب جبنة متحنطة، جبنة بيضة أو الجبنة القريش. فكرة أن المصري القديم بيحنط جبنة معناه أنه هو بيهتم بأدق تفاصيل حياته عشان تروح معاه العالم الآخر. هو بيحنط ليه؟ عشان عنده إيمان شديد، اعتقاد في البعث مرة أخرى، فكرة البعث والخلود اللي كان سابق بيها كل الحضارات المعاصرة أو اللاحقة ليه، الفكرة اللي جت بيها الأديان السماوية بعد كده. فمعناها أن المصري القديم كان سابق عصره زي ما بيقولوا. صحيح. طب هو حنط الجبنة إزاي؟ فكرة ان هو يجيب قوالب الجبنة ويحطها في قالب ويدفنها في الرملة ويحطها في مية عشان تشفط، يحطها في ملح عشان تشفط المية، والقالب ده يحطه في الرملة في درجة حرارة شديدة في الصحراء عشان تشفط كل السوائل الموجودة، وبالتالي قالب الجبنة ده يبقى كتلة واحدة ناشفة يقدر من خلاله ان هو يحافظ عليها اطول وقت ممكن. الغريب ان احنا لما لقينا كتلة الجبن دي في القوالب لقيناها صلبة، ما تفتتتش غير بصعوبة. وعارفين ان مصر القديم كان بيقول على الجبنة البيضة حرم، اللي هي اتحرفت بعد كده في القبطي الى حلوم، اللي هي بقت عندنا الجبنة الحلوم. فمعناها ان الجبنة من اساسيات اكل المصر القديم. طيب احنا كان قبلها يمكن باسابيع قليلة جبنت سقارة كل شوية نلاقي فيها حاجة مختلفة، يمكن لقينا ورشتين تحنيط، واحدة لتحنيط الحيوانات وواحدة لتحنيط الأكل. فإحنا بنتكلم في إن الاتنين دول كانوا واخدين حيز كبير قوي من تفكير المصري القديم. والغريب إن الورشتين دول كانوا في العصر المتأخر في جبانة جماعية، يعني ما كانش جبانة ملكية زي توت عنخ آمون، ما كانتش جبانة لصفوة أو نبلاء، ومع ذلك ده بيدلنا إن أقل طبقة في المجتمع كانت بتهتم بفكرة التحنيط، كان عندهم إيمان شديد بفكرة رغبة الانتقال للعالم الآخر. لما نلاقي النموذج بتاع توت عنخ آمون النموذج الأمثل لينا في كل حاجة في الحضارة المصرية. المقبرة بتاع توت عنخ آمون عبارة عن كتاب مفتوح بتعرفنا كل ما يخص حياة الملوك في مصر القديمة. المقبرة الأكمل والأجمل
اللي تم اكتشافها سنه 22. عرفنا ان الملك الصغير ده اللي مات عنده 18 سنه كان غاوي صيد، كان غاوي رياضه، رغم ان هو كان عنده مشكله في رجله ما كانش بيقدر ان هو يمارسها بشكل طبيعي، ومع ذلك كان غاوي ان هو يمارس رياضه الصيد. كان عنده حب كبير للاكل، الوز والبط واللحوم. مقبره توت عنخ امون دي مليانه اكل، اعتقد فيها صناديق كامله لاكل متحنط. عرفنا هو بيحب ياكل ايه عن طريق الاكل اللي كان بيتحنط واللي كان موجود معاه. عرفنا ان هو كان بيحب جدا الوز والبط، كان بيحب الكبده، كان بيحب اللحمه، كان بيحب جدا الدوم والبلح. فعن طريق الاكل اللي بيحبه كان عنده رغبه حقيقيه ان هو يكمل معاه في العالم الاخر. مش بس كده، ده في حاجات جوه المقبره، يعني الذهب اللي احنا بنفتخر بيه ده ممكن نقول عليه 30% من محتويات المقبره. في حاجات في غايه الغرابه اكتشفت في مقبره توت عنخ امون. زي ايه يا دكتور؟ زي الخنجر بتاع توت عنخ امون اللي اكتشف في لفائف الكتان بتاعه الموميا بتاعته. اكتشف بعد 3 سنين من كشف المقبره لما تم العثور على الموميا بتاعته وعمل دراسات عليها. الخنجر ليه كان غريب ان احنا نلاقي الخنجر؟ ليه كان علشان غريب؟ علشان كان ملفوف معاه جوه جسده يعني او محيط بيه؟ كل ده كان طبيعي. اوكي. الخنجر نفسه صناعته كانت غريبه جدا. ليه؟ الخنجر كان مصنوع من الحجر، الحجر النيزكي. الحجر ده لما تم اعاده دراسته بعد كده في الالفينات اكتشفنا ان هو بيحوي على نسبه كوبالت ونيكل 11%. مع ان نسبه الكوبالت والنيكل الموجوده في اي حديد على سطح الارض لا تتعدى 1%. معناها ان الحديد ده صلابه اكبر جاله منين؟ الحديد ده بيجي من بره الكره الارضيه. معناها ان دي نيازك جت خبطت الارض والمصريين القدماء استغلوها. التعامل مع مختلف الحاجات الموجودة في الطبيعة، مش بس المتوفرة، لا المستجدات كانوا متابعين. بالضبط. والنوع ده من الحديد لقينا زيه بشكل قليل في حضارة الأناضول. ده بيبين ان المصريين القدماء كانوا على اتصال بحضارات معاصرة زي حضارة الحيثيين، وكان في تجارات متبادلة. عندنا البوق اللي بيسموه البوق السحري بتاع توت عنخ آمون. كل ما يتنفخ فيه كل ما تقوم حرب. البوق ده اتلقى في مقبرته، كانت الابواق معروفه في مصر القديمه ان هي كانت اداه لاعلان الحرب. اعلان الحرب صحيح، مع الطبول. مع الطبول. يعني فكره كمان الاكتشافات الغريبه، مقبره الملك خوفو. يمكن تم العثور فيها على اساور لام الملك خوفو. هذه الأساور تحتوي على نوع من أو نسبة من نسب الفضة تحديدا. بالضبط بالضبط. الملكة ليه هنا دي كانت غريبة؟ الملكة حتحبرس الأولى أم الملك خوفو وزوجة الملك سنفرو، ودي كانت في مقبرة أم الملك خوفو. بالضبط. المقبرة بتاعتها عبارة عن فجوة أو زي حجرة دفن موجودة شمال شرق الهرم الأكبر. الاكتشافات الآثار بتاعتها اكتشفت سنة 25 على إيد المكتشف الأمريكي جورج رايزنر. السر مش في الاكتشاف نفسه، في إعادة دراسة الاكتشاف. الجزء من الاكتشافات أو الأثاث بتاعها ما اتنقل ما بين المتحف المصري في التحرير وبين متحف بوسطن في الولايات المتحدة. مجموعة من العلماء عملوا دراسات على الحلي بتاعها من حوالي شهر، فاكتشفوا أن الأساور بتاعتها فيها نسبة فضة. معروف أن الحضارة المصرية القديمة لم تعرف الفضة إلا خلال الدولة الحديثة، يعني بنتكلم في قرن 10-9 قبل الميلاد. فلما نلاقي فضة في الألفية الرابعة 3000 سنة قبل الميلاد، معناه ان ده اكتشاف جديد، اكتشاف مثير. صحيح. المصريين القدماء عرفوا الفضة ازاي وجابوها منين؟ معروف ان في الوقت ده الفضة كانت موجودة في محيط بحر ايجا، او في الحضارة بتاعة بلاد اليونان في بداية العصر البرونزي. طب ازاي المصريين وصلوا لليونان في الوقت ده؟ يحتمل ان في نقطه اتصال تجاري وصلت المصريين باليونانيين، وهي جوبيل او بيبلوس الموجوده دلوقتي في لبنان. وعندنا وثائق بتدل ان الملك سنفرو زوج الملكه حتحبرس كان بيعقد صفقات تجاريه، وكان بيستورد اخشاب الارز من جوبيل. فاكيد ان هو تم استيراد الفضه في الوقت ده من المكان ده. ايه الدلاله الخاصه بالاكتشاف ده؟ ان مصر كان ليها سيطره اقتصاديه كبيرة جدا في الوقت ده، في سيطرة إقليمية
وفي تجارة مفتوحة ما بين المصريين وبين اليونانيين في حوض البحر المتوسط من قديم الأزل، بيدل قد إيه المصريين القدماء من بدايات التاريخ كان ليهم علاقات تجارية وعلاقات إقليمية بالمنطقة اللي هم موجودين فيها. احنا مشهور عندنا كمصريين قدماء كان عندهم بيبرعوا في صناعة السفن وركبوا البحر، فبالطبيعية احنا واليونان كان في سهولة في التواصل، ففعلا ده تأكيدا كبير لكلام حضرتك. طيب في حاجات تانية عمالين نسمع عنها اكتشافات مختلفة، المومياوات الذهبية ايه حكايتها؟ في مومياء لطفل تم اكتشافها وإيداعها في المتحف المصري في 1916 وفضلت في المتحف أكتر من قرن، يعني احنا بنتكلم دلوقتي احنا سنة 23. مين الطفل ده؟ مين الطفل ده؟ تم اكتشاف أو إعادة اكتشاف المومياء دي عن طريق فريق بحثي بتترأسه دكتورة سحر سليم أستاذة الأشعة في كلية الطب، وقامت بعملية أشعة مقطعية وأشعة سينية للمومياء دي طبعا بدون ما نلمسها، بدون ما ان احنا نفك اللفائف بتاعتها، وده تطور علمي احنا بنحمد ربنا عليه. ابتدينا نكتشف ايه اللي جوه الموميا دي. موميا الطفل عنده حوالي من 15 ل 16 سنه، بترجع للعصر البطلمي، محنطه بشكل بارع جدا، بتحتوي على 39 تميمه من الذهب والفايانس والاحجار الكريمه، حوالي مجموعة كبيرة جدا. ده بتبقى جوه الموميا ملفوف عليها اللفائف بتاعتها، جوه اللفائف في مجموعة صفوف متنظمة بشكل جميل جدا كأنها تمايم لحماية الموميا. لقينا لسان ذهب موجود في فك الموميا مكان اللسان الحقيقي، عشان الموميا لما تصحى في العالم الآخر في الاعتقاد ان هو يبتدي يتكلم ويعبر عن نفسه ويحاول ان هو يرضي المعبودات اللي كان مؤمن بيها في الوقت ده. لقينا مجموعة من التمايم اللي بتغطي الأماكن اللي تعمل فيها عمليات جراحية لإزالة أحشاء الموميا عشان ما تبصش، كنوع من حماية الموميا. دكتور، هو السؤال هنا يعني مجموعة من التمايم دي أعتقد دي في حد ذاتها ممكن تكون مصدر جذب سياحي كبير. طيب ليه ما يتمش فك اللفائف دي علشان تعرض هذه التمايم؟ إحنا بنخاف إن إحنا نفك اللفائف دي ليبقى في أي ضرر على الموميا لو في حالة غير جيدة. عشان كده احنا لما بنيجي نعمل كشف عن طريق الاشعه السينيه اشعه اكس او عن طريق السيتي سكان الاشعه المقطعيه، الاشعه دي ما بتسمحش ان اي ايد بتلمس الموميا. بيتم اخذ مجموعه من الصور، 1000 صوره للموميا بدون اي تدخل بشري، ده في حاله الحفاظ على الموميا بدون اي تدخل لحمايتها. ممكن بطريقه او باخرى ان احنا نحاول ان احنا ناخد التمايم دي، وعندنا مجموعه كبيره من الحلي اللي تم اكتشافها على مدار التاريخ المصري طبعا بتعمل جذب سياحي بشكل كبير. اقصد ان احنا ممكن ناخد نخرج التمايم دي لو قدرنا بدون المساس بالموميا او بدون الاضرار بيها. اعتقد يمكن من مميزات الموميا انها متكامله على بعضها، او انها صحيح. على بعضها بالزبط. من غير ما تتفك ده ممكن يكون عنصر جذب اكبر بكتير. بالظبط. طيب فكره بقى المراكز الشمس اللي موجوده في الهرم. احنا الهرم كنا لسه بنتكلم قبل الهوا كده بندردش مع بعض انه طبعا بيبقى فيه فترات دوريه لصيانه الهرم والتاكيد على كل حاجه انها فيه مظبوطه وتمام. مراكز الشمس في نقاط كتير قوي لسه في الهرم احنا مش عارفين نعرف عنها تفاصيل. طبيعي، يعني الهرم الاكبر كل يوم بيقدم لنا الغاز وكل يوم بيكشف لنا عن اسراره ومش هنقدر نخلصها، يعني رغم الاكتشافات العلمية المتقدمة اللي احنا وصلنا لها، بس الهرم الأكبر هيبقى لغز، ولغز كبير. فين الموميا بتاعت الملك خوفو؟ احنا لحد دلوقتي مش لاقيينها. في أي حجر؟ في كلام إن الممر اللي تم العثور عليه ده هو ممر يؤدي لغرفة الملك خوفو أو مومية الملك خوفو. في مجموعة من الممرات، يعني أنا بنقلها لحضرتك اللي بيردد حاليا على السوشيال ميديا عشان نعرف من حضرتك الممر وبتقول لنا التفاصيل. احنا اكتشفنا مجموعة من الممرات في 2002 لو حضراتكم تفتكروا. صحيح. دكتور زاهي حواس جاب الروبوت بالتعاقد مع قناة ديسكفري، واكتشفنا مجموعة من الممرات. ده كان على الهواء مباشرة، على الهواء لحد الساعة 2 أو 4 الفجر، وتم التوصل إلى بلوك أو حجر. صحيح. يقفل الممر ده، واضطر الدكتور ان هو يعيد الكشف ده بعد كده في 2008 باساليب متطوره عشان يدخل ويعرف ايه اللي ورا الممر ده، ولكن لقى بلوك تاني، وده برضو بيظل سر من اسرار الهرم. في 2017 اكتشفنا حاجه في منتهى الاهميه، فجوه كبيره جدا في مركز او في قلب الهرم، فجوه حوالي من 10 ل 12 متر،
وعرضها حوالي 5 متر. ايه سببها؟ ايه سبب وجودها؟ ايه الغرض منها؟ ما نعرفش. تم الكشف عنها عن طريق دراسات مشتركه ما بين جامعه القاهره وبين مركز بحثي في فرنسا باستخدام احدث التكنولوجيات عن طريق المسح الذري، ولكن احنا ما قدرناش نعرف ايه الغرض من الفجوه دي. فجوه كبيره جدا، فجوه ايه سبب وجودها جوه الهرم؟ لحد دلوقتي ما عندناش اجابه على السؤال ده. بس اكيد بتحمل الغاز وبتحمل تفاصيل كتير اكيد. وايه سبب وجودها في قلب الهرم؟ وازاي ان هي ما اتحركتش او ما وسعتش؟ ايه اللي كان بتحويق الفجوه دي؟ احنا ما نعرفش. يعني تبقى الاسرار كامنه في التفاصيل اللي يعني يوم بعد التاني بيتم فك الطلاسم او الالغاز الخاصه بهذه التفاصيل عشان نقول احنا المصريين. ودي عظمه الحضاره المصريه ان هي كل يوم بتقدم لنا جديد وكل يوم بتقدم لنا الغاز. ونشكر التكنولوجيا والبحث العلمي المتطور اللي بيساعدنا كل يوم ان احنا نحاول نفك الالغاز. واحنا بنشكرك دكتور شريف شعبان الباحث في الاثار المصريه، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير. شكرا جزيلا لكم.